طيب برضو محمد، خليني برضو اسمع رايك. في انا بشوف برضو ان منتخب الارجنتيني فريق منتخب كويس وكل حاجه، ولكن مش عارف اقولها ازاي، ولكن المنتخب الارجنتيني بطل العالم يعني، مش عارف، مش عايز مش اقول لك باقوى منتخب سكواد، مش باقوى بلاعب سكواد، واحد بالعكس بطل عالم بلاعب. طيب ده بطل العالم بلاعب. انا ما اعرفش لما ميسي يبطل هيعملوا ايه على رايك. هيبقى مصيبه على الارجنتين يعني. بص يا كابتن، هو النهارده فيلم الحريف لعادل امام صحيح، بيطبق في الملعب فعلا. الحريف هنا فارس وهنا بيفوز على مختار بعد مباراه يعني المنتخب الارجنتيني فيه ما كانش المفروض في البدايه ان هو يكون الاقوى بحكم السكواد بتاع المنتخب الفرنسي هو الاقوى، ولكن وجود ميسي قادر يصنع الفارق مع اي منتخب واي فريق في التاريخ. في نهايه فارس ميسي بيفوز باللقب على حساب المنتخب الفرنسي، بس عايزين ناكد برضو على انه في عنصرين مهمين جدا مع ميسي كانوا دايما بيساهموا في كل انجازاته. ايوه، دي ماريا مثلا هو اللي كان احرز هدف تتويج المنتخب الارجنتيني باولمبياد 2008. دي ماريا هو اللي احرز هدف كوبا امريكا، تتويج الارجنتين بكوبا امريكا سنه 2021. مارتينيز حارس المرمى النهارده هو اللي بيتالق في ضربات الترجيح، وهو اللي تالق في مباراه هولندا وتصدى لضربات الترجيح، وهو اللي اهل الارجنتين لفاينل كوبا امريكا. فدايما ميسي كان برضو معاه بعض العناصر اللي بتساعد المنتخب الارجنتيني ان هي توصل للبطولات، وابرزهم هو كان الثنائي دي ماريا ومارتينيز. ولكن اجمالا لا، المنتخب الارجنتيني مش اقوى حاجه وهيعاني جدا بعد ميسي، ولكن كان لازم الفيلم يقفل كده، كان لازم لازم الفيلم يقفل بفوز ميسي وتتويج المنتخب الارجنتيني بالبطوله الثالثه في تاريخه.